ومن المسائل المتعلقة بالمحتضر بعد وفاته إعلام الناس بها، يعني بالوفاة، وهو النعي. فما هو المباح في هذا وما هو الممنوع؟ النعي في اللغة الإخبار بالموت كما في مختار الصحاح. قال ابن فارس في مقاييس اللغة في مادة نعي: النون والعين والحرف المعتل اللي هو الياء أصل صحيح يدل على إشاعة شيء، منه النعي خبر الموت. إذن النعي ما تعريفه؟ خبر الموت. وفي الصحاح في اللغة: الناعي هو الذي يأتي بخبر الموت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النعي، فروى الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. والحديث صححه الترمذي وحسنه ابن حجر والألباني. وهذا الحديث يدل بظاهره على تحريم النعي بكافة صوره وأشكاله، ولكن وردت نصوص أخرى تبين أن النعي منه ما هو مباح. فما هو المقصود بالنهي؟ المقصود نعي أهل الجاهلية القائم على النداء والصياح في المحافل العامة بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأن يصحب ذلك العويل والجزع والنحيب ونحو ذلك. إذن هذا نعي الجاهلية، كانوا يرسلون في أفواه الأسواق والطرق من ينادي ويصيح، وبالجزع والعويل، ويا ويلاه ويا ثبوراه ونحو ذلك، ويصيح بوفاة فلان ويذكر مفاخره ويندبه. قال النووي رحمه الله: وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكره بهذه الأشياء، وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه. وفي بعض البلدان الآن تطوف سيارة الإسعاف بالمكبر في الشوارع يذكرونه مثل أهل الجاهلية، على نحو ما كان يفعل أهل الجاهلية. والذي يتبين من مجموع كلام العلماء أن النعي ثلاثة أقسام: محرم ومكروه ومباح أو مستحب. فأما الأول وهو النعي المحرم فهو نعي أهل الجاهلية، وهذا محرم منهي عنه كما في حديث حذيفة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النعي. قال المناوي عن الحديث: وفيه تحريم النعي، وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره. والمآثر ما يتعلق بصفات الميت نفسه، والمفاخر ما يتعلق بنسبه، حاشية الجمل على المنهج لزكريا الأنصاري. النعي الثاني نعي المكروه، وهو الإعلام بموته بالنداء ورفع صوت من غير ذكر للمفاخر والمآثر. يعني إذا جردناه من المفاخر والمآثر واقتصرنا على الإعلام بموته برفع الصوت فيكون مكروها لأجل رفع الصوت، هذا الصياح ورفع الصوت بذلك، لأن النداء ورفع الصوت بموت الميت هو شيء مما كانت تفعله الجاهلية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال ابن قدامة في المغني: ويكره النعي وهو أن يبعث مناديا ينادي في الناس إن فلانا قد مات ليشهدوا جنازته، ويقرب منه الإعلان عن موته على رؤوس المنائر، يعني استعمال مكبرات الصوت في المساجد، منارات مآذن المساجد، وهذه أيضا بدعة موجودة في بعض البلدان، يستعملون مكبرات صوت المساجد والمآذن لأجل هذا. قال الصنعاني: ومنه النعي من أعلى المنارات كما يعرف في هذه الأعصار في موت العظماء، يعني هذا لا ينال أي أحد، لا، العظماء يفعل بهم ذلك. قال الإمام مالك: لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد،
ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس، نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى. إذن مجرد الإعلام والإخبار بدون صياح ولا ذكر مآفاخر ومآثر ولا عويل ولا نحيب لا بأس به، كما لو أخبر إمام المسجد جماعة مسجده أن جارهم فلان قد توفي، فمجرد الإخبار لا بأس به، وهذا هو القسم الثالث سنأتي إليه إن شاء الله. قال أبو الوليد بن رشد: أما النداء بالجنائز في داخل المساجد فلا ينبغي ولا يجوز باتفاق لكراهة رفع الصوت في المسجد، فقد كره ذلك حتى في العلم. إذا لو واحد فتح باب المسجد وصاح: يا ناس، يا أيها المصلون، مات فلان، فهذا مما ينهى عنه وهو مكروه. وأما النداء بها على أبواب المساجد فكرهه مالك ورآه من النعي المنهي عنه، والنعي عندهم أن ينادى في الناس: ألا إن فلانا قد مات فاشهدوا جنازته. وأما الإذان بها والإعلام من غير نداء فذلك جائز بإجماع. وذهب جماعة من العلماء وهو مذهب الحنفية إلى أنه لا يكره النداء على الميت في الأزقة والأسواق إذا كان نداء مجردا عن ذكر المفاخر والمآثر، لأن في ذلك تكثيرا لجماعة المصلين والمستغفرين الميت، وليس مثل نعي الجاهلية فإنهم كانوا يبعثون إلى القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد، يعني المفاخر والمآثر، مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد ونياحة. وأجيب عن هذا بأن مقصود تكثير الجماعة من المصلين والمستغفرين للميت يمكن حصوله دون النداء ورفع الصوت، يعني المقصود هذا الذي من أجله بعضهم قال لا بأس برفع الصوت مردود عليه بأن يقال يحصل بوسائل أخرى، وهذا ما يتبين في القسم الثالث وهو النعي المباح أو المستحب، وهو الإعلام المجرد بموت الميت، مجرد الإعلام بموته، مجرد الإخبار بموته. فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الإعلام بالموت من غير إنذاء لأجل الصلاة عليه، وقد كره ذلك بعض السلف خشية أن يكون من النعي، كما في سنن ابن ماجه عن بلال بن يحيى قال: كان حذيفة إذا مات له الميت قال: لا تؤذن به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا. وفي مصنف عبد الرزاق عن عبد الله مسعود قال: لا تؤذن بي أحدا، حسبي من يحملني إلى حفرتي، يكفيني من يحملني إلى حفرتي. لعله قاله تواضعا منه رضي الله عنه، لأن الأدلة الشرعية دلت على جواز الإخبار والإعلام بالوفاة، كما قال ابن عبد البر: وقد كان جماعة يكرهون ذلك، يعني حتى مجرد الإخبار، ورخص فيه آخرون، ودلائل السنة تدل على جواز ذلك.